سؤال مش مرتبط بالريال ولا بالكرة الإسبانية، مرتبط أكتر بالكرة في العالم كله. مع يعني مع كامل الاحترام والتقدير لأسماء نجوم هم الأميز الحقيقة على مدار تاريخ ريال مدريد على الأقل من وجهة نظري، هل بتشوف إنه الموهبة قلت في كرة القدم، ولا إنه الأولوية النهاردة أو اللغة اللي بتتكلمها كرة القدم في الفترة اللي إحنا بنعيشها مش ما بقتش تعتمد على المهارة، وبقت بتعتمد أكتر على القوة، على اللياقة، على التاكتكس، وبقت المهارة مساحتها مش موجودة قوي؟ أعتقد أنه يجب أن يكون هناك توازن في كل الأوقات بين الموهبة للاعبين الكبار وتنظيم الفريق كفريق جماعي. إذا أقنعنا اللاعبين الكبار أنهم أنفسهم عليهم أن يقدموا الأفضل وأن يكون هناك تنظيم داخل الملعب، سيكون الأمر سهل للغاية. تسمح لي يعني ممكن نقول عليها بمثابة استشارة، الكرة المصرية الحقيقة يمكن هي الأعلى على مستوى الألقاب على مستوى القارة الأفريقية، أكثر عدد من ألقاب بطولة أمم إفريقيا حققها المنتخب المصري، أكبر عدد من ألقاب المسابقات الخاصة بالأندية حققتها أندية مصرية، ورغم كده الكرة المصرية بتعاني في الـ 12 سنة الأخيرة ومش قادرة تحقق إنجاز. إذا كنت بتوجه نصيحة أو رسالة للقائمين على الأمور في مصر فيما يتعلق بالمنتخب الوطني تحديدا، أهم النصايح أو الرسائل اللي تحب توجهها؟ سيكون من الجرأة من جانبي أن أوجه نصيحة للمسؤولين للكرة الإسبانية. الأمر قد يجب الاعتماد على الناشئين، يجب الاعتماد على قواعد اللاعبين الصغار لمدهم للمنتخب الكبير، المنتخب الأول. انتقالا لنفس أو يعني هفضل في نفس النقطة مش هتنقل لحاجة تانية، إذا عرض عليك مثلا تولي منصب كمستشار فني أو كمدير فني للمنتخب المصري، هل ممكن تقبل عرض من النوع ده؟ لا لا، لقد اعتزلت مسيرتي وأتابع فقط كرة القدم، أتابع المباريات الكثيرة، ولكني كمتابع فقط لقد تركت المهنة واعتزلت المسيرة. طيب أفتح معاك ملف الريال، والبداية الحقيقة هتكون مع الصفقات. الموسم ده الحقيقة كان فيه اهتمام كبير جدا من إدارة ريال مدريد بتدعيم صفوف الفريق بأكثر من اسم، وكان الأقرب للانضمام للريال نجم فرنسا طبعا ونجم بي اس جي حالي الحالي كيليان امبابي، وايضا طرح اسم ايرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، ولكن الاثنين في النهايه رفضوا الانضمام لريال مدريد. ازاي شفت ده وازاي شفت قدره اداره الريال على اداره ملف الانتقالات؟ هذه قضية صعبة وحساسة. كنت مدربا لريال مدريد، لا يجب أن أتحدث بشكل أو ريال مدريد دائما ما يتعاقد مع لاعبين كبار ودائما ما يستطيع جلب الأسماء الكبيرة، سواء جاء امبابي أو رفض فريال مدريد يمتلك أسماء كبيرة. طيب خليني أعيد صياغة السؤال بشكل تاني، ايه هي المراكز اللي من وجهة نظر فينسنتي ديل بوسكي تحتاج الى دعم، ومين هم اللاعبين اللي شايف ديل بوسكي ان هم ممكن يكون او الاسماء اللي شايف ديل بوسكي ان انضمامهم للريال ممكن يكون مفيد جدا للريال في الموسم المقبل؟ حسنا، أعتقد أن هناك إدارة فنية في النادي قادرة على أن أفضل مني على تقييم الوضع سواء خارج النادي أو من داخل النادي من قواعد الناشئين والفرق الصغيرة. أفضل أن أكون مدرب سابق بشكل جيد، لا أتحدث عن النادي بشكل أو بآخر أو الدخول في أشياء لا تخصني بشكل كبير. أفضل ثلاث لاعبين من وجهة نظر فينسنتي ديل بوسكي في العالم حاليا؟
أعتقد أننا كنا محظوظون بأن إسبانيا استمتعت بالحقبة بأكثر عدد من السنوات للاعبين مثل ميسي ورونالدو. كانت فترة طويلة في عمر الكرة الإسبانية أن استمتعت بلاعبين مثل رونالدو وميسي سواء في ريال مدريد. هل في أسماء من وجهة نظر